بان لوش نعملو بيتزا تركي والا نقولوا نحن بيتزا فلوكا في تونس هوني اللي هي فورم نتاع فلوكا باللحم مفروم ولا بالسوسيس ولا بالبولي فما بلوزيغ جو يعني كل واحد شنو يحب البات نتاعها هي بات تراديسيونيل ترك يقولوا في تركيا اسمه لو بان بيد بيد ترك بيد كي نحطوا على الانترنت ولا على اليوتيوب بيد بي اي دي او يخرج لنا بات هو بات تراديسيونيل سورتو في رمضان يعملوه برشا كيما احنا نقولوا الخبز نعملوا خبز دار في رمضان سي بور سا نستحقوا 500 غرام دو فارين نستحقوا معاها 40 غرام دوليف وحده ياغورت ناتور عظمه مغرفه سكر كبيره مغرفه خميره ومغرفه ملح صغيره بيان سور و 150 غرام اوتيت انا فوالا حطيتو سخون بون باش ناخذوا الماشين نتاعنا ونبدا نخدم توا نحط بيان سور الفارينه الا الملح نحطوه في الاخر خاطر نعرفوا الملح يمشيش مع الخميره الوغ نحط انا هون خميرتي نحط معها السكر نعرفوا السكر يمشي برشا مع الخميره فوالا نخليه شويه ونبدا نعجن بون باش نبدا نحي بتاعي جوست شو نوريكم كيفاش ناخذ 500 غرام دو فارين فوالا باش نحط معاها ياغورت ناتور 110 غرام يعني كعبه ياغورت نحط معاها عظمة باش نحط معاها الخميرة نتاعي بيان سور انا باش نحلها شوية قبل ما نحط الخميرة نتاعي باش نحط الزيت اللي هي 40 غرام ميل دوليف فوالا في الباط نتاعي توا باش ناخد مغرفة باش نحرك الميلانج نتاعي اللي عملتو تاع الخميرة والخبز والسكر الخميرة الفورية نتاعي في الماء فوالا باش نخلي كان الملح يتحط اخر حاجه نركب فوالا ونبدا ندور بعد نزيد الماء تي ابتي هوني البات نتاعنا سي بون حضرت شوفوا هالبت سبا فلا فلا البت نتاعنا حاضر باش نخليها ترتاح توا بريسك نحط اينوغ لو طون باش نحضرو لي فارس باش نحطها في رجح البول نتاعي نخليها ترتاح توا باش نحضر البات نتاعي هوني عندي لحم مفروم وعندي سوسيس فوالا سوسيس فيومي باش نعمل ديجا باش نعمل لحم مفروم باش نعمل سوسيس بون لحم مفروم حضرت البصل حضرت الثوم فوالا باش نبدا توا هوني خديت البول نتاعي شللتها باش ناخد لحم مفروم نتاعي باش ناخذ الحم مفروم تاعي شنو باش نعمل له تنزيدو تابل فلفل احمر بابريكا كل واحد كيفاش يقول ملح بيان سور ثوم نحط فيه برشا ثوم اوكي ونلم ونعجن مليح مليح ونيش نزيد هريسة عربي انا نحن ناكلو الحار بيان سور اللي يحب يزيد كل واحد كيفاش نحن نحبوها حارة ناكلو حار كوا ناكلو برشا الحار نزيد على هريسة العربي ونعجن بوغ لا فارس حطيت زيت زيتونة يسخن باش نحط البصل نحط زي البصل طوني قال البصل نتاعي بيان سور مش نفاح وخا تجافه واحنا الحم بالملح بالتابل بالفلفل الهريسه
البصل نتاعي يتقلى، كي تقلى شويه البصل نتاعي باش نزيد اللحم. هوني زدت الصوص، شوفوا البصل تقلى مليح مليح باش نزيد اللحم مفروم. وبغيت طماطم، اللي عنده طماطم بلي ولا طماطم معصوره فاش ولا حاجه يحطها، سينو ناخذ طماطم عاديه نتاعنا. هوني زدت اللحم، زدت الطماط، انعصرت جي كعبتين فوالا. دونك خليه يطيب على راحته بالبدا بالبدا، بعد نوريكم. هوني قاعد حط برشا الهبة فوق، هاز كيلو ونص انا خديت. قاعد هذايا باش نعمل بيه ديجا بولونيز، باش نعمل بيه بنادق. نعرفوا البنادق اللي يسحقوهم، نحطهم دي كوتي. هوني خديت، هوني خديت السوسيس نتاعي، انا اللي خدت السوسيس هذايا، سوسيس دو فرانكفورت فيمي. اوكي، ان بليس نلقى فيه دوبل امبلاج. فوالا، باش نحطهم هنا يطيبو، باش نحطلهم ماء وزيت ورنت سنة ثوم، فواحهم مليح، نحطهم يطيبو. فوالا، بون مش مغرمة برشا برشا بيهم، أنا جست حبيت نعمل بليزيوغ، يعني حبيت نعمل بولي وسوسيس ولحم مفروم و فوالا. بون، أنا هوني باش ناخو فلفل وطماطم باش نزين بيهم. هوني اللحم مقليد يطيب، فما شكون يزيد القرفة. بون انا لا منحبش القرفة في اللحم مفروم، بون نحبها كان في الحاجات يعني زعرة كيما روز بالفاكهة ولا حاجة. بون هذايا اللحم مقليد يطيب كلو بالبصل، باش نقسم مواتي مواتي باش نخليه من غير فلفل طماطم والبصل، والمواتي لي باش نزيدو فلفل طماطم والبصل. السوسيس قاعدة تطيب زادا، سي بون. بون توا البات نتاعي حضرت، اللحم مفروم طاب، سي بون. الله يرحم، شفنا كيفاش طاب. شيخو لا موتي خليه نزيدو لي فرماج، ولا موتي الاخر سي ديجا باش نزيدو لي ليغوم لي عملت بليهم بالفلفل وطماطم وبصل. اوكي، عندي هوني فرماج موزاريلا باش نسحق منهم. ساهي السوسيس نتاعي طاب وقصيتو، فواحدو بالثوم والرند شويه ملح فلفل اكحل. هوني عندي فرماج كامامبير باش ناخذ منو شوية. نبدا نحضر توا الباتي نتاعي، نبدا الفرماج نتاعي. فكي باش نعمل ميلانج ناقصنا البولي، فما شكون يحب يعوض راهو الحم بالبولي. انت شنو عندك؟ انا دوما اللي عندي سي ديجا باش نعمل بيهم بليزيوغ جو، يعني هكا شويه حم مفروم على ليغو فيجيتاريان، على فرماج موزاريلا، على كامونبير. نعرف الموزاريلا كي تطيب والكامونبير كل واحد عنده الجو نتاعو. سوسيس اللي يحب يزيد البولي يزيد، يحب يعمل فخويت ما يعمل. حضرت شوفوها، فوالا حط فارين، حط البات نتاعي نعجنها شويه بيان سور. بات ياسر سوبل متلصقش، ملزمهاش تلصق راه في يدينا. فوالا هذه هي البات نتاعنا، نحط الفارين باش نحلها توا بالقلقال. باش نحط الفارين باش ناخذ بالكعبة نحلها. لازم نهزها بشوية بشوية، ديما نزيدو الفارين. بون نحطو الفورم ابوبخي. توا باش نجي البلاطو، نجيب البلاطو تاعي. هوني بلاطو حطيت عليه بابي كويسون، نتصور كي ناخذها ونحطها هوني باش نجم نخدمها. إي فوالا، كعبات كبار تنجم تصغر كامل، بيان سيغ الديمونسيون كل واحد كيفاش يحبها. فوالا، هاذي هي الكعبة نتاعي، باش نوريكم الكعبة الأولى.
ناخذ الفرشيطة بنقبها. بعد ما نقبتها باش ناخذ الفخس نتاعي اللون اللي هو بالحم مفروم، باش نحطها فيه طماطم. راهو الحم نتاعنا فيه طماطم، باش نحط فيها كامامبير اوني، نجم نزيدها طماط. راه فهمت شكون يعمل صوص طماط دو بيتزا، الواحد كيفاش يحب يعملها. لا شكون يحط كريم، شكون يحط كريم فريش موتارد. هذه الاولى، هذه مغي طوماط، مغي صوص دو طوماط. باش نعمل من هذه الفاصون، فوالا باش نحلها شويه مدوره، مش كبيره برشا بيان سور. ناخذ الفرماج باش ندورو، نبعد شويه على البوردور هكا. نجي هوني باش نعمل الظفره، ندور بالفرماج نتاعي الكل، منسيش حتى بقى فيهش فرماج، مش مشكل. هوني بلاتو حطيتو بالفارين من غير بابيي، هذه هي الدورة نتاعي، وهذه باش كامل نلمها ونعملوها بالفخس نتاعنا. هوني عندي صوص دو طوماط فيها البازيليك، حطيت فيها شوية ملح، شوية فلفل أكحل، شوية دابل، حبق، شنو آخر؟ إكليل، فوالا، أوريغان، ثوم. هذه هي الطوماط. باش نبدا نحط الفخس نتاعي فوق الحب مفروم. هذوما سي بون. هذيا باش نعمل فيها سوسيس، هذي زادا هذي سين حطينا فيها الحب مفروم، زماش سوسيس. هذوما عندي فخوماج موزاريلا، بعد كملها طماط. هذوما سي بون، دونك شيخو حما فروم. نجمو نزيدو لي زوليف، نجمو نزيدو كبار، معرفش شكون واحد شكون يحب. هوني البيتزا تاعي تركو ولا بيد بان دو بيد هذيا حضرو. هوني عملت زدت الكامونبير والموزاريلا، هوني عملت فيجيتاريان، هوني حامة فلو جوست كامونبير، هوني عملت فيجيتاريان سوسيس، هوني سوسيس فرماج، نزيد الزيتون نزيد السوسيس الفرماج كامونبير. هوني جديد الكامونبير مع الموزاريلا، نحن اللي عملنا الفاخس من داخل كلها الكامونبير. شوف شوية الزيت وكليل ونعملو لي بوردور. فوالا نجمو نزيدو زيت هوني، هوني خدي زيت زيتونة. عندي ديزيرت مي دي ميلونج لي أزياتيك، باش نعمل ميلونج كامل. فوالا فيه بليزيوغ، فيه الكليل، فيه الزعتر، فيه لوريغون، فيه برشا. هذا كيف كيف في بابريكا با. هنا هوني عندي سيل، باش نحط شوية برك. هوني عندي لي سانك باي اللي هما الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر والأكحل. نحط شوية
هون عندي بوافر دوري بلا هكا كمل في الميلانج نتاعي نرمي الدوري باش نحط توا نعمل لي بوردور توا باش ندخل الفور 180 دقري فوالا خليه يتيبقى لاس كل واحد سا ديبون الفور نتاعو فما شكون عنده شالير تورنونت فما انا عندي شالير تورنونت الوغ تقعد انتر 25-30 مينوت ونشوفو اتوتال بون لو بري نتاع الحمه اللي قاعده هذيا بونيوس في الفيديو باش ناخذ نعمل البنادق اللي فوحناه قلنا حليس عربي تابل ثوم ملح فلفل اكحل وفلفل الاحمر الزينه اللي نقولو نحنا بودغ فوحتهم بالكدا خديت البولات هذوما باش نعبيهم صوص بولونيز قاعده تيب توا باش نخلي منهم كعبات البنادق هذوما عملتهم اكبر شويه باش من بعد نطرحهم باش نعملهم دي ميني همبرجر نطرحهم فوحين جس عم بيهم دي همبرجر من بعد فرا شو باش نعملو توا البنادق باش ناخو طنجرة نتاعي نحط فيها برشا بزيت حكا حكاية كاس زيت معاه ماء خليه يغلي انا منحطش النعناع راه في البيض نحطو في الماء اللي باش يطيب فيه عود قرنفل حطي يغلي بالكدا بالكدا نرجع لكم هوني حطيت ماء وزيت شحط عود قرنفل شو نحط نعناع فوالا تحطو يغلي باش نسقط فيه الكعاب نتاعي هوني عندي ساشي اليمونتير باش ناخدو تاع الهمبرجر باش نحطهم باش نبعضهم بعد دخلهم الكونجيلاتور ان شاء الله غدا نعمل بهم دي همبرجر فوالا روحي حابلي انا كعو انزل شرشة نعمل هكا نعملو هكا في جهة خطط سكر ندخلهم كونجيلاتور نديرو حاضرين سي بون نقعد جوست البنادق باش نحطهم توا بيان سور لا موتي بريسك نعمل بيه بولونيز ولا موتي نعملو بنادق باش كي نسحقو نمدو ميغلي سقط الكعابر نتاعي الكل فوالا باش نخليهم توا يطيبو في عقلهم بون سي بون لي بيتزا نتاعنا طابو لي بيتزا اللي نجمو نقولو بون سي تري بيان نحطهم توا بابي كويسون نجم نستحضرو عليه نعرفو نطيبو بيه راه منطيبوش بيه مرة برك كيبدا هكا شي نجمو نطيبو بيه مرة أخرى فوالا سي بون نحضرو قصيتهم دي ترونش البنادق طابو قرو زيتهم كا حليت انا شدوها تخي 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 بون ياسر بنينة صرت عليها من البردو حطها في الفريجيدير